مئات اللاجئين الأفارقة في إسرائيل يخشون من حكومة يمينية قيد التشكيل يرأسها بنيامين نتنياهو الذي جرب اللاجئون سياسات حكوماته السابقة تجاههم. فنتنياهو واليمين الإسرائيلي لا يعتبرون اللاجئين كذلك، بل باحثي عمل غير شرعيين تسللوا إلى إسرائيل ويهددون بتغيير ديموغرافيتها. اللاجئون الحقيقيون وعائلاتهم سيبقون في إسرائيل، أما المتسللين غير الشرعيين من العمال من غير اللاجئين فلا نملك أي التزام بالحفاظ عليهم هنا، وسيتم ترحيلهم إلى بلد آخر. سياسات نتنياهو تجاه اللاجئين قائمة على الضغط عليهم ومنعهم من الحقوق الطبيعية مثل حق العمل والتأمين الصحي وغيرها، بينما تنشط منظمات تطوعية كمنظمة هايس في مساعدة وتمثيل اللاجئين قانونيا. برنامجنا الأساسي هو المساعدة القانونية لطالبي اللجوء. نعمل كثيرا مع المجتمع المدني في إسرائيل ومع مكاتب المحاماة الخاصة وطلاب القانون، ونحن شركاء قريبون جدا من مجتمع اللاجئين ونعمل معهم عن كثب. في سبيل محاربتهم ابتكرت الحكومة طرقا عدة لترحيلهم إلى أفريقيا، منها حبس اللاجئين في معسكر خولوت في صحراء النقب لأمد غير محدود. نجهل ما الذي تخطط له الحكومة الجديدة، لكننا سنواصل تمثيل طالبي اللجوء من خلال الطلبات الإنسانية وكذلك التقاضي الاستراتيجي، وكلا الشريحتين لم تتلقى الرد بشأن طلب اللجوء، وسنتحرك ضد أي نظام جديد للحكومة الجديدة. هناك خشية لدى اللاجئين من إعادة إحياء فكرة خولوت أو الإبعاد إلى دولة ثالثة، فلطالما نشط بعض أعضاء الحكومة المرتقبة في الإبقاء على اللاجئين في المعسكرات أو البحث عن دولة أفريقية تقبل بهم حتى وإن كان ذلك يعرض حياتهم للخطر. وخير دليل على السياسة المتبعة بحق اللاجئين هي طلبات اللجوء المكدسة على رفوف إدارة الهجرة دون فحصها، رغم مضي سنوات عديدة على التقدم بها. نحن على يقين تام بأنه في الكثير من الحالات يستغرق الكثير من الوقت، وهذه إحدى أهم ادعاءاتنا للحكومة الإسرائيلية، أنه حينما يتقدم شخص بطلب اللجوء الرجاء قوموا بذلك، اتخذوا القرار بأسرع وقت ممكن. هناك أناس تنتظر 5 و7 وحتى 10 سنوات أو أكثر حتى أن يحصلوا على القرار، وهذا يضعهم في مدة طويلة من عدم الاستقرار، وخلال كل هذه المدة لا يوجد لديهم القدرة على الاستفادة من الخدمات والحقوق المختلفة والمعترف بها. بعد انتظار البعض لأكثر من 14 سنة للبت في طلب اللجوء الذي تقدموا به، توجه بعض اللاجئين إلى القضاء لأجل نيل حقوقهم في دولة لا تعترف بحقوق غير المنتمين إليها دينيا. عبد الكريم الطيناوي، I24 News، تل أبيب.